السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن القيادة ودورها الفعال. أول حاجة عشان نتكلم عن القيادة ودورها الفعال، عايزين نعرف ما هي القيادة. القيادة هي القدرة على التأثير في الأفراد ليجعلهم يرغبون في إنجاز أهداف المجموعة أو أهداف حقيقية. والقيادة طبعا عشان نقدر نتكلم عنها فليها مصادر، مصادر رسمية، وهي يعني بتتضمن ما لدى القائد من سلطة لإيقاع الجزاء أو العقاب أو الثواب، وبتسمى قوة الإكراه. اتنين، ممكن يبقى فيه المركز الرسمي القائد وموقعه في السلم التنظيمي وبتسمى القوة القانونية. تلاتة، ما يملكه القائد من مهارة وفن يميزه عن غيره من الرؤساء. وفي مصادر ذاتية وشخصية بتتضمن اتصاف القائد بصفات الشخصية المتميزة التي تساعده على التأثير الإيجابي في الآخرين، مشاركة القائد مرؤوسي في همومهم وإعانتهم وتوجيههم، وتسمى قوة الإعياء. إيه أهمية القائد أو القيادة عامة؟ إنها حلقة الوصل اللي بين العاملين وبين خطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية. بتعمل على توحيد الجهود العاملين والأهداف الموضوعية، بتسيطر على مشكلات العمل، بتنمي الأفراد وبتدربهم وبترعاهم وبتحفزهم، القدرة على تنمية الفرد وزيادة المهارات الأساسية والإنسانية والعملية. طب هل القائد دور؟ في أدوار للقيادة، في قائد معلم، قائد مستشار، قائد قاضي، قائد متحدث. القائد المعلم بيخلي جميع العاملين من مديرين يتجزأوا ويبقوا جزء من دور القيادة، بيعلمهم من ناحية السلوك التعليمي، من ناحية الأوامر، من ناحية التنفيذ، من ناحية المشاركة، من ناحية التحفيز. فده مفهوم تنظيمي بتقوم به المنظومة القيادية من خلال الطرق والقيم والقواعد اللي بتتبعها العمل. طيب هل في قائد مستشار؟ دور القيادة الثاني ان هو بيلعب دور المدير الاستشاري، يعني بيقوم بالإصغاء، بيقدم النصيحة، بيحل المشكلات، بيساعد على زيادة نسبة العمل وزيادة الحافز. القيادة كمان دورها فعال. طب هل في قائد قاضي؟ القيادة قضاء، عشان يقيم المرؤوسين، عشان يدي ويحفز لازم يبقى فيه تقييم، بيقيم الأداء، بيتطلب معرفة المعايير اللي بتستخدم في قياس المخرجات والإنتاج اللي بيتم. طب في تنفيذ؟ في تنفيذ للقوانين والإجراءات بيقوم بيها هذا الشخص، او بنقول عليه القائد، اللي بينفذه المرؤوسين باطلاع التعليمات والارشادات الموجوده. فدي وظيفه بتمارس اللباقه والاهتمام بحل الخلافات، وبيقيم العدل. القائد بيقيم العدل في المجتمع، في العمل، المجتمع الوظيفي، المجتمع الانساني، بيساعد كل ما يمكن.